ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين بعد الفاصل. وبما إننا في برنامج شهادة نجاح، لازم يبقى في كلام عن النجاح وعن التفاؤل وعن حسن الظن بالله. في حديث قدسي بيقول رب العزة فيه: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فخيرا، وإن ظن بي شرا فشرا. في قانون الجذب وقانون الطاقة بيقول أنت كشخص تجذب الأشياء، سواء الأشياء الإيجابية أو الأشياء السلبية. وربنا ذكر في آية من القرآن قال: ما جمع الله بين عسرين إلا وكان بينهما يسرا. حينما قال رب العزة: إن بعد العسر يسرا ثم إن بعد العسر يسرا، أكيد ما فيش تفاؤل أكتر من كده ولا حسن ظن أكتر من كده. مع دكتور عادل بنكمل بقية حلقتنا بس عن حسن الظن بالله، وعايزين نعرف يا دكتور ما معنى حسن الظن بالله وما الفرق بين حسن الظن والتمني. طيب بداية بس تصحيح للآية القرآنية فضل. فإن مع العسر يسرا. أنا على معاك بقى. إن مع العسر يسرا. الله يبارك لك. ده موضوع حسن الظن موضوع مهم جدا جدا طيب جدا طيب. في حياة الإنسان خاصة في أزمة كورونا. إن لأن ده توكيد. فإن نعم فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. وقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلب عسر يسرين. ما جمع الله بين عسرين إلا نعم. وكان بينهما يسرا. نعم كما قال ابن مسعود: لو دخل العسر في 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 جحر لجاء اليسر وأخرجه. الله. فدل الله. ذلك على أهمية الحديث عن التفاؤل وزراعة الأمل عند الناس، خاصة في هذه الفترة التي عصفت فيها الأزمات المتلاحقة. تمام. نحتاج إلى زراعة الأمل. ومن أفضل الأشياء اللي حضرتك تكلمتي عنها الحديث عن حسن الظن إنه عبادة. تمام. أفضل العبادات انتظار الفرج. انتظار الفرج عبادة. نعم إن أنا أبشر، كان من عادة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبشر: بشروا ولا تنفروا. ومن أدب القرآن الكريم دائما وأبدا يزرع الأمل في نفوس الناس. تمام. في قوله تبارك وتعالى على لسان يوسف لما جاء يوسف عليه السلام وجلس بجوار أخيه بنيامين، قال له: فلا تبتئس، إني أنا أخوك فلا تبتئس. ما تزعلش. هذا هو التبشير، يدل طمأنينة. نعم، وراحة طمأنينة. زرع الطمأنينة أسلوب قرآني بديع. تمام. كما في قول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لصاحبه الصديق وهما في الغار. تمام. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله، إن الله معنا. وكما جاء سيدنا موسى عليه السلام فارا من بطش فرعون، طوى الفيافي والقفار ظل 7 أيام وهو يمشي في صحراء سيناء، حتى وصل إلى مدين قال القرطبي: كان معه خفه فتقطع حتى تشققت أقدام موسى عليه السلام أو قدميه من شدة المشي. بعد ما وصل خائف قال له شعيب عليه السلام: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. نحتاج إلى زرع التفاؤل كما ذكرت حضرتك، حسن الظن بالله. انتظار الفرج عبادة. ليه انتظار الفرج عبادة؟ انتظار الفرج يقوم على حسن الظن بالله. حسن الظن بالله يحول المريض أو المرض إلى صحة، يحول الهزيمة إلى نصر. حسن الظن بالله دائما وأبدا أن ترى خلف هذا الظلام الدامس فجرا صادقا. إيه معنى حسن الظن؟ حسن الظن في فرق بين حسن الظن والأماني. على سبيل المثال حضرتك أستاذ هند، ونحن في أزمة كورونا فضل. أخذنا بكل الأسباب. دعونا الله عز وجل. تمام. أخذنا الاحترازات كلها، وبعد كده هو عندنا حسن ظن أن هذه سحابة صيف ستنقشع. تمام. مشكلة وهتعدي إن شاء الله. صح. ده حسن الظن. طب الأماني. الأماني حضرتك لما احنا دلوقتي نترك كل الاحتياطات ونقول بعد كده ده احنا كمسلمين ربنا عز وجل مش هيجيب لنا بلاء، لا ده اسمه أماني. ربنا قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إلى التهلكة. نعم. ولما من أروع الحاجات حضرتك في أخذ الاحتياطات لما الإمام الأعمش يوم الأيام وهو أحد الفقهاء مر على رجل وهو معه بعض الإبل الجرباء، فقال له إيه؟ قال له: هل عالجت هذه الإبل؟ الرجل قال له: إيه الأعرابي؟ قال له: إن لنا عجوزا تدعو لها، في عجوز بتدعو لهذه الإبل. قال له: هل ضممت العلاج إلى دعوة العجوز؟ القطران اللي بيعالجوا به جرب الإبل
هل ضممته؟ هذا أخذ بالأسباب. حسن الظن بالله دائما وأبدا أن يتيقن الإنسان أن الله كل يوم هو في شأن، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حالي. كل طرفة عين حضرتك ربنا بيخفض أقواما ويرفع آخرين. تمام صح. يعز ويذل. صح. يمرض ويصح. تمام. يغير أمم ودول. فرجه في لمحة البصر، غوثه في لفتة النظر، المظلوم إذا دعاه انتصر. حسن الظن بالله اللي وصية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يموت بثلاث أيام في حديث واسلة بن الأسقع، قال عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. الله. من أروع الأشياء في حسن الظن. الأعراب دائما وأبدا أستاذة هند كان لهم حسن الظن أكثر منها. تفسير لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، إزاي برضو دي أفهمها؟ يعني الإنسان حضرتك في سكرات الموت يأتيه الشيطان. تمام. وربما يخيل له أنه هالك هالك. تمام. أبو حامد الغزالي في كتاب الإحياء قال لك: الإنسان ينبغي أن يوازن بين الرجاء والخوف. بين الرجاء له حسن الظن بالله، فإن كان في سكرات الموت غلب حسن، ينبغي أن يغلب حسن الظن بالله على الخوف من الله. كان المقصد أن يا ربي أنا حسن الظن بك، أنك رحيم بي. نعم. ورؤوف بي مهما أنا كنت أذنبت أو مهما أنا تجاوزت، صح كده؟ نعم بالفعل. تمام. من أروع ما ورد عن الأعراب بيحكي الإمام الأصمعي اللغوي المعروف: ودخلت بيت الحرام وجدت أعرابيا يدعو بدعاء استوقفني. بيقول إيه؟ ده بيعاتب ربنا، بيقول: اللهم إنه قد عجفت ناقتي كما ترى، وأنا يائس من جميع الورى، يا من يرى ولا يرى، أما ترى ما حل بي، أما ترى. الدعاء تاني بيعاتب ربنا، بيقول له إيه؟ اللهم إنه قد عجفت ناقتي، يعني ناقتي عجفت من قلة الأكل، وقد تركتها خارج البيت الحرام، وهو يطوف حول البيت الحرام. تمام. اللهم إنه قد عجفت ناقتي كما ترى، وأنا يائس من جميع الورى، يا من يرى ولا يرى، أما ترى ما حل بي، أما ترى. قال الأصمعي: جمعت له بعض المال وأعطيته له، فقال: أما تستحي أن تجود علي وأنا في بيت الكريم؟ الله. مش مكسوف إنك أنت تعطي لي وأنا عند الكريم في بيت الكريم؟ قال: فلما خرجت وجدت عليه جبة خز، ثم بعد ذلك ركب ناقته، وقلت له: من الذي أعطاك؟ قال: عاتبت الكريم فأعطاني. الله. عاتبت الكريم فأعطاني. حسن الظن سبب في استجابة الدعاء. تمام. يعني الإنسان مننا كما قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. بالإجابة. صح. أنا هدعو ربنا عز وجل وعندي يقين أن ربنا سيعطيني ولا يمنعني. ظني فيك يا ربي أنك. نعم. على كل شيء قدير. نعم. ونعمة بالله العلي العظيم. تمام. زي ما ظن سيدنا زكريا عليه السلام. بنقرأ كثيرا الآية حضرتك: كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقي. تعرفي إيه معنى الآية دي؟ ولم أكن بدعائك رب شقي، يعني يا رب ما دعوتك إلا أعطيتني. الله. وما سألتك ومنعتني، وما رأيت منك إلا الجميل، فأنت تحسن إلي في كل وقت وفي كل حين. هذه الآية ضرب بعض المفسرين مثلا رائعا حضرتك كل الإخوة المشاهدين. تمام. دعوة سيدنا زكريا. قال: هذه الآية كمثل شاعر دخل على بعض الملوك، بعض ملوك العرب. الشاعر دخل عليه يسأله عايز فلوس، قال له: مين أنت؟ قال: أنا من جدت عليه في العام الماضي، أنا اللي أعطيتني يعني السنة الفاتت. تمام. ما قالوش أنا فلان ابن فلان. قال له: أنا اللي أعطيتني السنة الفاتت. تمام. فقال الملك وتهلل وجهه: أهلا بمن توسل بنا إلينا. أهلا بمن توسل بنا إلينا. سيدنا زكريا قال كده، قال حسن ظنه بالله. تعرف سيدنا زكريا كان سنه كم سنة؟ 96 سنة. وامرأته عاقر. وفي فرق بين العقيم وبين العاقر. إيه العاقر؟ العاقر التي لا تلد أصلا وليس هناك من سبب للإنجاب أصلا، ولكن كان عنده أمل، كان عنده أمل في الله. صح. حسن ظن. حسن ظن.
وكانت امرأتي عاقرا. العاقر غير العقيم، العقيم زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام، أما العاقر فهي زوجة سيدنا زكريا، يعني بلغ من الكبر عتية، وكانت امرأته عاقرا واشتعل الرأس شيبا. وبالرغم من كده حضرتك، دعا الله عز وجل فلم يخيب الله رجاء. طيب، حسن الظن سبب من استجابة الدعاء، من أسباب استجابة الدعاء. قال الشاعر: وإني لا أدعو الله حتى إنني لا أرى بجميل الظن ما الله صانع. تمام، ده حسن. طبعا أكيد في نماذج في القرآن وفي سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام عن حسن الظن. نعم، ممكن تعرفنا إيه بعض النماذج دي؟ أبرز النماذج التي ينبغي أن نحتذي بها سيدنا يعقوب. لما ضاح سيدنا يوسف، وهذه الصورة حضرتك ما قرأها مهموم إلا فرج الله همه. الله، فعلا فعلا من أجمل القصص هذه، ربنا سماها بأحسن القصص. طبعا ليه؟ طبعا هذه لما تقرأي من بدايتها، تلاقي طفل غدر به إخوته، ألقوه في البئر، بيع كما تباع الشياه، لبس في السجن بضع سنين، وبعد كده صار عزيزا على مصر. ده كله يدل على حسن الظن بالله. بعد سنين تهيأت لي الأسباب. نعم، بعد 40 سنة. بعد 40 سنة جمع الله عز وجل. تعرف حسن الظن سيدنا يعقوب قال إيه؟ قال لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا ليوسف. من يوسف. من يوسف. وفي فرق بين وفي التحسس. وفي آية تانية ليوسف وأخيه. نعم، هي الآية. فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا. ولا تيأسوا. نعم، من روح الله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. تمام. بعض الناس يفتكر ان الكبائر ظاهره زي السرقه، زي الزنا، زي كذا. تعرفي من اخطر الكبائر سوء الظن بالله. اخطر الكبائر سوء الظن بالله. دايما قال ربنا عز وجل: فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. وكما قال سيدنا إبراهيم لقومه: فما ظنكم برب العالمين. يعني الإنسان يعمل اللي عليه ويتوكل. نعم، على الله. نعم، وربنا بيهيئ له الأسباب. نعم، بالفعل. صح، يأخذ كل الأسباب. زي واحد في الثانوية العامة يذاكر ويجتهد. أيوة. وبعد كده يكل الأمر بأن المذاكرة هذه سبب من ضمن الأسباب فقط. تمام. وليس كل مجتهد ممكن يصيب. لا، إنما بيعمل اللي عليه. تمام. ثم يقول: يا رب وكلت أمري إليك. تمام. وأي إنسان في الدنيا. تمام. المريض لما يذهب للطبيب. تمام. يذهب للطبيب يأخذ بالأسباب، ولكن قلبه متعلق برب الأسباب حسن الظن بالله في هذه الآونة. تمام. أن يشفيه الله عز وجل، كما قال الشاعر: أتيت أنادي طبيب الورى وروحي تنادي طبيب السماء. هل هناك رابط بين حسن الظن بالله والتفاؤل والأمل؟ نعم، رابط وثيق عميق بين اثنين. لن تجد أبدا واحد بيحسن الظن إلا متفائلا منشرح الصدر. طب في أوقات الناس بتبقى مهمومة وبيجي لها مثلا كده وقت تحس إن هي خلاص بقى الدنيا ضاقت وقفلت. نعم، عليا، رغم إن هو حسن الظن بالله وكل حاجة وبيعمل المفروض عليه، بس بيقول اوقات بيحس بحالات اكتئاب والم وزعل وانعزال. نعم، ده نقول له ايه؟ ده حسن الظن بالله عز وجل لا يتنافى مع وجود الهموم. الهموم اصابت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ما اقصدش كده، انا اقصد بيتاثر بقى بالهموم دي. لا، التاثر ممكن يجي له فتره من الفترات ان هو بقى يزعل ويتضايق، وممكن يقعد وما يكملش مثلا الطريق اللي هو ماشي فيه. لا، بسبب ان حد مثلا ضايقه في حياته، بسبب ضغوطات في الشغل، ضغوطات في الحياه، مشاكل كبيره عليه مش قادر يواجهها. ده اللي انا اقصده. اللي زي ده نقول له ايه؟ دائما وابدا علق قلبك برب الخلق. مهما وقعت ومهما حصل، وقعت ارجع لربنا تاني. الله عز وجل قادر على كل شيء. تمام كده. يعني انت مش هتكون زي يوسف عليه السلام، اللي القصة في قصة سيدنا يوسف عليه السلام عبرة لكل من أصيب بمصيبة أو هم أو غم أو كرب. صح. أو فراق حبيب. صح. يعني نتأمل في الآخر كيف جمع الله الشمل: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. صح. خلاصة قصة سيدنا يوسف في الآية دي حضرتك: إن ربي لطيف. تمام. لطف الله عز وجل يسري في أوصال هذه السورة. فنحتاج إلى أن نحسن الظن بلطف الله. الله لطيف بعباده
يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. إيه معنى لطف الله؟ لطف الله أن يعمل لك ما لم يكن في حسبانك، أو أن الله عز وجل يقدر لك الخير دون أن تدري، كما قال ربنا والله غالب على أمره. يعني تأملي أن ربنا كان يصنع يوسف على عينه ويجعله ملكا كل هذه الأمور اللي وقع فيها يوسف من البئر، ثم بعد ذلك ينتقل من البئر إلى بيت العزيز يباع، ثم من بيت العزيز إلى السجن، كل ذلك حتى يهيئه الله أن يكون عزيزا لمصر. كلها المشاكل كانت كبيرة جدا. نعم. إذا كانت بتعلمنا فبتعلمنا أن إحنا فعلا لازم نكون أقوياء. نعم. وحسن الظن بالله يفوق أي توقعات. نعم بالفعل. فالإنسان لا ينظر بمنظاره البشري، بمعنى أنه مشكلة، كنا بنقول مشكلة كورونا هذه هي نهاية العالم ونهاية المطاف ونهاية قيام الساعة والكلام. نعم بالفعل. لا، هذه لو بمنظار، لو نظرنا بمنظار التفاؤل نجد أنه عاصفت بنا عواصف قبل ذلك بالتاريخ أكثر من ذلك بكثير، ولكن خرجنا منها، وكل مشكلة كما قال الشاعر ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. فربنا عز وجل فرجه قريب، ونحتاج دائما إلى أن نزرع حسن الظن. حسن الظن عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل. سيدنا ابن مسعود بيقول كلمة: والذي لا إله إلا هو، ما أحسن عبد الظن بالله إلا أعطاه الله فوق ما يظن، لأن الملك كله بيد الله. تمام. حسن الظن بالله سفينة نوح. نعم. من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك. نعم بالفعل. تمام. دائما وأبدا بنقول للناس: إن أردت الجنة فعليك بحسن الظن، إن أردت الشفاء فعليك بحسن الظن بالله، إن بعد الأخذ بالأسباب، إن أردت أن تحقق النجاحات فعليك بحسن الظن بالله بعد أن تعمل كل الأعمال. لأن حسن الظن بالله حضرتك أشبه ما يكون أنت عملت كل اللي عليك ثم سلمت الملف لله عز وجل، بأن الله عز وجل هو الذي سيتصرف، والله عز وجل لا يقضي لك إلا الخير. تمام. ده حسن الظن بالله. حسن الظن بالله لما الإنسان كما ذكرت إذا كان مريضا ذهب للطبيب، وإذا كان طالبا وأخذ بكل المقومات ثم وكل الأمر إلى صاحب الأمر. تمام. كل هذه الأمور نحتاج أخذ بالأسباب. أي إنسان لم يأخذ بمبدأ حسن الظن بلا شك لن يتحقق له أي شيء في حياته. يوم الأيام توفي بكر بن عبد الله المزني، واحد شافه في المنام من تلامذته، قال له: ماذا فعل الله بك؟ قال: ما أبقى لنا حسن الظن بالله شيئا إلا وقد غفره. أذكر قصة حضرتك قبل ما ينتهي الوقت حضرتك، أنه يوم الأيام حسن الظن بالله لما أبو سليمان الداراني كان يناجي ربنا عز وجل بدعاء يقطع نياط القلوب، كان بيقول إيه في الأسحار؟ أبو سليمان الداراني مسجده موجود بدارية بسوريا، وقد فجروه الإرهابيين المتطرفين، مسجده بسوريا، كان بينادي بيقوليه تابعه من التابعين: اللهم إن طالبتني بعملي طالبتك بكرمك، الله، وإن طالبتني بذنوبي طالبتك بمغفرتك، وإن أدخلتني النار أخبرت أهل النار أني أحبك. يعني تصوري حضرتك لم إنسان يعني يتمعن في هذه المعاني حسن الظن، يقول ربنا: يا رب إن طالبتني بعملي طالبتك بعد ما كان يعمل ويقيم الليل وكذا وكذا وكذا، طالبتك بمغفرتك. وبعد كده يقول ربنا عز وجل: يا رب إن أدخلتني النار أخبرت أهل النار أني أحبك. هذا هو حسن الظن الذي يدخل الإنسان جنة عرضها السماوات والأرض. تمام. في نهاية لقائنا بشكرك يا دكتور، طبعا حضرتك أفدتنا بمعلومات قيمة كبيرة وكثيرة، وأكيد إن شاء الله يبقى لنا لقاء تاني بإذن الرحمن. أشكرك يا هند. أشكرك. زي ما الدكتور عادل كان بيقول: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها كنت أظن أن لها لن تفرج وفرجت. مهما الدنيا دقت بينا ومهما وقفت قصادنا لازم ناخد بالأسباب، ولازم نجتهد، ولازم يكون كلنا أمل وتفاؤل، وأن كل شيء بإيد ربنا مش بإيدينا بس، إحنا بنعمل اللي علينا.
في شهادة نجاح، بنقول لكم اجتهدوا وخلي عندكم أمل، خلي عندكم تفاؤل، واعرفوا إن النجاح قرار، وطريق الألف ميل بيبدأ بخطوة. أول خطوة بتبقى صعبة بس استمروا، اوعوا تقفوا مهما كان الطريق صعب، متسمعوش لحد مهما حاول إن هو يوقعكم، مهما حاول إن هو يتكلم في حقكم، مهما حاول إن هو يشوشر على مسيرتكم، ما تدوش ودانكم لحد. بصوا قدامكم واعرفوا انتوا عايزين ايه، وحققوا اللي اهدافكم واللي انتوا كنتوا بتحلموا بيه، واعرفوا ان الحلم مش هو اللي بتشوفوه وانتوا نايمين، لا، الحلم اللي انتوا بتسعوا علشان تحققوه وانتوا صاحيين. كانت معكم هند قطب، اتمنى اكون قد افدناكم، وانتظروني في حلقه جديده من شهاده نجاح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.